مستقبل بوتين على المحك. بوتين يهب المرض ويتحمى في زاوية الطاولة. لن يعيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من 3 سنوات. في رسالة سرية من مصدر استخباراتي لم يذكر اسمه إلى عميل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي السابق بوريس كاربيتشيكوف، أكد أن بوتين يعاني من شكل حاد من السرطان يتطور بسرعة، ولم يبقى له إلا 2 أو 3 سنوات على قيد الحياة. فما حقيقة مرض الدب الروسي؟ بوتين يعاني من صداع قوي، كما أن نظره بدأ يضعف جراء المرض ويحتاج إلى كتابة ما سيقوله بأحرف كبيرة جداً، بحيث لا تحتوي كل صفحة إلا على بضع جمل، ليتمكن من قراءتها لدى الظهور على شاشة تلفزيون، فبصره يزداد سوءاً بشكل خطير، كما أنه لا يستطيع السيطرة على نفسه لدرجة اهتزاز أطراف جسده بدرجة يصعب السيطرة عليها. هذه ليست المرة الأولى التي يعاني منها بوتين من السرطان، فهو متعاف سابق من سرطان الدم. بوتين دائماً محاط بفريق طبي يقوده متخصص بسرطان الغدد، المتحدث باسمه وباسم الكرملين، وهو ما نفاه ديمتري بوسكوف، والذي يصر على تمتع الرئيس الروسي بصحة جيدة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ينفي التكهنات الدائرة قائلاً إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض، وأنه يمكنكم مشاهدته على الشاشات وقراءة خطاباته والاستماع إليها، مضيفاً أترك الأمر لضمير هؤلاء الذين ينشرون هذه الشائعات. في مقابلة مع TF1 الفرنسية قال لافروف: لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص علامات مرض أو اعتلال، بينما ذكرت مصادر أخرى أن بوتين خضع لعملية جراحية في ظهره قبل وقت قصير من إصدار الأمر بغزو أوكرانيا في فبراير الماضي. جدل واسع وفيضان تصريحات متضاربة وصورة لا يمكن تجاهلها. في الآونة الأخيرة التقطت الكاميرا بوتين وهو يلوي قدميه بشكل محرج أثناء إجرائها لقاء تلفزيوني حكومي مع حليفه ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي، وتعد هذه هي المرة الثانية الذي يقوم فيها الرئيس الروسي بفعل لافت للنظر، كما علل محللون آخرون أن مرض بوتين وراء خوفه الشديد من فيروس كورونا، وهو السبب وراء التصرفات الغريبة التي حيرت العالم، كجلوسه على طاولة ليس لها نهاية، وإجراءات كورونا التي تجرى لكل من تطأ قدمه على الأراضي الروسية. هل هذه حملة ممنهجة للحد من بطش بوتين في القارة العجوز؟ هل تنهي وفاة بوتين المجازر البشرية الدائرة في أوكرانيا؟ وهل ينتهي حلم الاتحاد السوفيتي؟ أم يظهر بوتين جديد؟